جديد يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. هيدي اللقطات الجميله كانت من حرف السمسترة وليس من شوارع مدينه اللاذقية. اكيد بدنا نتشكر المصور وكادر العمل لحتى على هيدي اللقطات الظريفه من قريه حرف السمسترة. من جمال الطبيعه بمحافظه اللاذقية رح نروح لجمال اهالي اللاذقية. دائما كل حدا مثل ما كانت معنا حنين دائما اهالي اللاذقية ودائما بصباحات اللاذقية بنركز على المواهب، اليوم عندنا موهبة بالرسم، علي سليمان رح نتعرف عليه ونشوف موهبته بالرسم. يسعد صباحك يا علي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا علي. صباح النور. علي اليوم انت عندك يعني موهبة ومو بس موهبة، يعني بترسم بطريقة كثير حلوة، هلا رح نشوف الرسمات اللي بعثت لنا اياهم، لكن بتحكي لنا من امتى بلشت؟ امتى بلشت ترسم؟ تقريبا كان عمري 4 سنين، كنت برسم على حيط الغرفة. يا سلام، يعني كنت خارب البيت يعني بالرسم. يعني من انت وصغير كنت ترسم؟ شو اول رسمه هيك بتتذكر كنت ترسمها او تحب ترسمها كثير؟ بابا نويل. كنت ترسم بابا نويل على الحيط؟ شو كان ردة فعل الماما؟ اول شيء كانت بتعصب قبل ما كانت تعرف انه هي موهبه، بعدين طورت لي اياها. حلو، وطورت لك هيدي الموهبه. يعني نحن فينا نقول من عمر 4 سنين علي مسك القلم وبلش هيك يشخبط على الحيطان لحتى تطلع معه الرسمات. شو اكثر نوع من الرسم بتحبه؟ شو ميال انك ترسم يا علي؟ شخصيات كرتونيه. طيب بدنا نشوف مع بعض الرسمات اللي انت بعت لنا اياها لحتى هيك نقيم هيدا الرسم. ما نحن نقيم، نحن بنعرف نقيم، اكيد انت فوق التقييم، المشاهدين بيقيموا. هاد خليني انا احذر، رشيد عساف ولا لا؟ لا. لكن مين هاد؟ هاد جدي. والله طالع بيشبه رشيد عساف. او انا هيك مفكره الشخصيات. لا، الشخصيات دائما بالرسم بتحسيها متشابهه ببعض الامور. بس برافو. هلا اليوم انت يعني عم هاد مين؟ عم هاد اخوي. اخوك عمره بيشبهك. عن جد برافو، حلو كثير. قديش من امتى مثلا بلش رسم بهي القصص اللي هي بورتري؟ بلشت تقريبا 8 سنين. حلو. او 9 سنين. حلو كثير، برافو. برافو. عم نشوف هيك العديد من الرسمات عم تعتمد على القلم الرصاص، خليني اقول عليه. والظل وهيك، بتعرف يعني هيدا خليني اقول، هلا لازم يكون في تقنيات انا اكاديميا دارستها لهي، ولا كيف تدربت عليهم؟ هو كان عندي استاذ خصوصي. هو دربني. بعدين عرفت طريق. يعني هلا بنفهم علي انت اليوم ما عم تتدرب فقط هيك بيعتمد على الموهبه وعلى اساسيات متعلمه، او لا مكفي بالتدريب؟ مكفي. يعني عم لسه عم تروح لعند استاذ او عم بيدرب؟ لا، عند استاذ لا، عم حاول لحالي. لحالك. حلو كثير. شو عم تجرب ترسم هيك شغله ما زبطت معك بس حاطه براسك بدك ترسمها؟ هلا صايره انه الوجوه عم بتعذب فيها شوي والاجسام كمان، فعم حاول اطور من حالي. حلو حلو. وهون يعني عم نشوف كذا، يعني هون كثير شخصية كرتونية هي بسمها من برامج اطفال هي. هي هربان من اي برامج اطفال هاد؟ والله ما بعرف. هو اللي بيشوفه بيتذكره وبيخطر على باله وبيرسمه. كثير في هيك، يعني نحن لازم. كيف انت بلشت؟ يعني خليني اقول انت مثلا بلشت اول مرة، في حدا اجى قال لك والله يا علي ما كثير مزبوط هيك، ما كثير صحيح، بعدين هيك وجهك انت لما قال لك والله ما كثير مثلا في عندك اخطاء، شو عملت؟ زعلت؟ تضايقت؟ ولا قلت لا لازم اتدرب؟ لا، ما زعلت ابدا. بالعكس، طورت من حالي وتدربت زيادة. حلو. وهلا شو راي الاهل، ماميتك مثلا، جدك بعد ما شاف هيدي الرسمه حس انه بتشبهه؟ شو قال لك؟ هو انبسط كثير. تمام. انه كثير فيها دقه، يعني هيدي الرسمه كثير لفتتني بالبدايه، يعني حتى مثل ما قلت لك انا كيف شبهتها لحياه ثانيه، كثير فيها دقه. هي اخر رسمه انت راسمها مثلا ولا هي قديمه؟ لا قديمه. بس كثير فيها دقه، كثير فيها تفاصيل. حابين نحن نكمل بهذا الموضوع يا علي؟ شو بدك تعمل؟ مثلا هلا ممكن انه اتدرب وادرس بهالمجال حتى مثلا اصير مهندس. مهندس معماري بتشتغل على. برافو. طيب سؤال علي، اليوم الرسم ترك شيء بشخصيتك هيك اليوم؟ اثر شيء بعلي من جوا؟ تحكي لنا شوي عن هاي القصه. خلاني مبدع وهادي وصبور اكثر من قبل. حلو.
انت ما كنت صبور يعني. هو يعني يعني علمت تعليم بين انت صبور وهادي هيك ورواق. مثلا بالمدرسه في شيء مثلا كان اسمه مجله حائط مثلا شاركت فيها، عملت شيء رسمات، شاركت مع رفقاتك بهيدي الموهبه؟ هلا مع رفقاتي هلا صار بيطلبوا مني ارسم لهم شخصياتهم بيحبوها. حلو حلو. بس بالمدرسه شاركت بمسابقه وحده للرواد. طلعت الاول الرائد الاول على مستوى المدرسه، بعدين ما كفيت ما كملت. حلو. بتفكر تشارك بمعارض مثلا؟ انه شو الطريق اللي بدك تروح؟ لان احنا عم نشوف في عندك بالقلم والرصاص مثلا، في عندك شيء انت بالالوان الزيتي مثلا او غيرها من انواع الالوان مثلا؟ هلا انا بالمائي ما كثير ما كثير مبلش بهذا المجال. انت هيك اختصاصك قلم رصاص لسه؟ حلو حلو. هيك مفكر ترسم لوحه اليوم غير بورتري وغير الشغلات هيك نحن ممكن نقلدها كوجوه كرتونية، مفكر ترسم شيء خاص فيك، خاص بعلي هاي اللوحة، وقت حدا يشوفها يقول هي علي اللي راسمها؟ صراحة ما بعرف، لسه ما مفكر، لسه بكير على هذا الموضوع. لسه بكير. طب شو انت هلا يا علي؟ تامن. ما نحكي عن الدراسة، هيدي الموهبة خلينا نقول، بتلهيك عن الدراسة أو لا؟ لا ما بتلهيني. هيك مشاعين مع بعض هنا. وشو حلمك هيك بالحياه؟ شو بدك تصير؟ مهندس قلت لنا. يعني هيك بدك تشتغل على هيدا المهندس معماري مثل ما قال يزن، ولا بدك تروح؟ لا مهندس معمار. مهندس معماري. هندس ديكور. اسمع مني، هندس ديكور، لانه يعني بحاجه اليوم الهندسه بحاجه للدقه اللي انت عم تتمتع فيها واللي عم تشتغل عليها. طيب اليوم علي في موهبة تانية عندك ياها مثلا او بتحب هيك تدخلها على هاي الموهبة؟ هلا عندي كثير. مثلا عندي مكعبات روبيك، بعرف حل كثير منه. حلو. شي 8 تقريبا. بتذكر هيدي. مثلا تعديل فيديوهات. بتحب المونتاج يعني؟ برافو برافو. وصناعة مجسمات بالكرتون مثلا، بيوت، سيارة، هي هالشغل بس يكون اكبر من انه من هدول. مثلا انت مبلش بهندسة العمارة من هلا مثل ما بيقولوا، مونتاج ورسم وكل شيء، يعني مجسمات. صعبين المجسمات لانه بدهم ابعاد معينه، انت عم تراعي الابعاد فيهم للمجسمات. حلو. ما بياخذوا وقت معك؟ هو احيانا بياخذوا حسب كل مجسم. حلو. وشو هيك الموهبة المفضلة عندك، الرسم ولا المجسمات، المونتاج وال هلا انا هالفترة عم بركز انه على المونتاج وعلى الرسم، لانه عم تتعلم شغلة جديدة. يمكن هو الواحد وقتها بيتعلم شغلة جديدة بيتقنها بعدين بكفي كله مع بعض. برافو عنك. مونتاج لانه ما لي زمان مبلش فيه. حلو. برافو. عم تشتغل مونتاج على الموبايل ولا على الكمبيوتر؟ على الموبايل. على الموبايل. برافو برافو. يعني هيك كذا مجال انت موهوب فيه. تصوير يعني. طيب ما جربت مثلا تصوير؟ لا والله. يزن بحب التصوير كثير. انا هيك سألته. يزن بحب التصوير، لك سألك عن التصوير. انا بحب المونتاج مثلا، فليك انا هيك حبيت انه انت تشتغل مونتاج. قد ايه صار لك متعلم على المونتاج؟ يعني تقريبا 6 شهور او 5 شهور. برافو. صرت تعمل فيديو كامل؟ حلو حلو كثير. هلا كيف بدنا نخطط لعنا 9 السنه الجاي وعندنا كثير مواهب، كيف بدنا نرتب امورنا؟ والماما هلا بتزعل مننا اذا ما درسنا. والله انه على الخفيف رح خفف. بدنا نخفف. وشو حاطط ببالك تجيب علامه بال9 يا علي؟ بتمنى العلامه الكامله. اي عندك تشتغل ان شاء الله. بس اهم شغله ان شاء الله هيك بتصير من المتفوقين، بس اهم شغله انه ما عاد رسمنا على الحيط صح؟ ما عاد لسه رسم على الحيط؟ خالصين تمام. وين هلا عم ترسم؟ في عندك مرسم خاص فيك؟ في عندك ورق؟ شو احكي لنا. ورق يعني اغلبيه الاحيان برسم على كرتون. وين ترسم اكثر شيء؟ بالغرفه؟ في مكان محدد؟ لا ما في مكان محدد. وين مكان؟ بس اكثر الاماكن اللي بتحب ترسم فيها وين؟ بصراحه الصالون يعني بالبيت داخل البيت. انا برايي اهم شغله بس جاب علي 320 عشان ناخذ الحلوه. اكيد هي اهم. يرسمني ارسمني. لا انا شوكولا بتكفي. ناطرينك هون. اوكي. معناها بدنا نحكي ليه، بدنا نقول شكرا غير الماما اللي تحملتنا خلال فتره لما كنا صغار وكنا نرسم لها على الحيط، لمين كمان بدنا نقول شكرا يعني؟ لكم. لك يا شكرا لك انت. خجلتنا هيك يعني. شكرا كثير لك يا علي، بالتوفيق ان شاء الله يا رب بتجيب المجموع الكامل بال9 وكمان بالبكالوريا، ونشوفك احلى مهندس عماره وبتكفي، ونشوف لك هيك معارض على مستوى العالم خليني اقول علي.
شكرا. شكرا لإلك. شكرا كثير لإلك يا علي. انا دائما بكون سعيد يعني هيك، بكون مبسوط جدا وقت الاقي اطفال يعتبروا او شباب صغار، شباب صغار وحتى اطفال عندهم مواهب وفي مين عم يتبناها. صحيح. في مين عم يمسك ايدهم وعم بيوجههم وعم بيقول لهم 1 2 3. هذا شيء دليل كثير حلو كثير كبير. وفعلا شكرا للاهل اللي هن بيوم من الايام كانوا سند لحتى اولادهم يكبروا ويوعوا، واللي هن كانوا سبب بانه يوصلوا وينجحوا. اكيد علي شكرا لك، وشكرا اكيد لمامتك اللي موجوده معنا. يعطيكم الف عافيه، بالتوفيق.